يزخر بها أوكرانيا والمغرب على حد سواء. جئت إلى المغرب وهذا أول بلد في زيارتي في جولة الإفريقية. All the good relations that we have had and continue to have. And I came here to وجئت هنا لأفتح الباب لمؤسسات أخرى حكومية وسياحية وطلابية وقطع الأعمال من المغرب إلى أوكرانيا ومن أوكرانيا إلى المغرب لنعمل سويا من خلال هذا الباب ولنفتح أبوابا ونوافذ إضافية. والمحادثة التي خذنا في اليوم تبين بأن الاحترام المتبادل هو مهم وخصوصا التزامنا لتعميق العلاقات الثنائية بشكل أكبر. نعم لقد تناول الكثير من القضايا الثنائية وأيضا الإقليمية وتحدثنا بشكل كبير عن إفريقيا ونرى إمكانية المغرب كمدخل لإفريقيا. ولكن أولا أود أن أقول وأن أنقل التحيات الحارة لكل أولئك المغاربة الذين درسوا في أوكرانيا على مدى السنوات والذين عادوا إلى المغرب لمواصلة حياتهم والذين يتذكرون في قلوبهم أوكرانيا والذين لهم احترام كبير وتقدير لأوكرانيا في قلبهم. وأود أن أطمئن أيضا الآباء والطلبة الذين درسوا في أوكرانيا والذين انقطع دراستهم بسبب الاعتداء الروسي وسوف نسعى سعينا ونبذل جهدنا لإعادة المسار التربوي لهم. نحن نثمن الطلاب المغاربة ونحن سوف يسرنا أن نراهم مجددا في أوكرانيا وحتى نود أن نرى مزيدا من الطلبة في أوكرانيا. إنها فقط الحرب والاعتداء الروسي ضد أوكرانيا هو الذي قطع هذه العلاقات الطيبة بين الشعبين. نحن أيضا اتفقنا مع السيد ناصر اليوم على أن نجري خطوات جيدة من أجل تيسير التجارة والعلاقات بين شعبينا. ثم اتفقنا على أن نجري مشاورات في هذا الاتجاه من أجل التجارة وبين أوكرانيا والمغرب. كل هذا يتم الآن ويجري في خلفية حرب. وأود أن أعبر عن امتناني لحكومة المغرب على الدعم والسند الذي قدمه لأوكرانيا على المحافل الدولية وخصوصا في الجمع العام للأمم المتحدة حيث صوت المغرب على قرار مهم يسعى إلى إعادة وتكريس الأمن في أوكرانيا. بالفعل ناقشنا مختلف المقترحات حول كيفية إعادة إرساء الأمن والسلام في أوكرانيا ونرى بأن كثرة المقترحات تفق مع زميلي كثرة المقترحات قد لا تكون مفيدة. ومن ثم فإن أوكرانيا تقدم للمجتمع الدولي تدعو إلى التركيز على مخطط السلام المقترح من قبل أوكرانيا وكما قدمه الرئيس زيلينسكي ويتضمن 10 نقاط للتعاطي مع الأمن والقضايا الإنسانية والقضايا النووية. الحديث مع المغرب في هذه النقطة. والنقطة أخرى مهمة كانت هو الأمن الغذائي ونحن نتفهم مدى أهمية الأمن الغذائي وأوكرانيا تريد أن تبقى ضامنا ومزودا للأمن الغذائي لفائدة العالم كله بما في ذلك أفريقيا. وبالمناسبة قيل لي بأنني أحضرت معي الأمطار وهذا شيء جيد لقطاع الزراعة في المغرب وترون بأن حتى نقوم بجهدنا حتى نتسنى لمزارعكم أن يحصلوا على سنة جيدة.
القضية الأساس إذن هي الوحدة الترابية. وبالنسبة لنا في أوكرانيا الوحدة الترابية هي هو مفهوم مقدس. ومن ثم فإحدى القضايا التي ناقشناها كانت هي تسوية مشكلة الصحراء، ونحن نعرف بأن هذا مهم من أجل الأمن الإقليمي، وأوكرانيا تؤكد دعمها لمجهودات مبعوث الأمين العام من أجل حل مقبول يتماشى مع مبادئ ومقتضيات مجلس الأمن وميثاق الأمم المتحدة. ونحن أيضا نرى مخطط المغربي على أنه أساس جاد من أجل تسوية مشكل ونزاع. شكرا لكم على استضافتي في مدينة الرباط، هذه المدينة الجميلة. زرت مسجد الحسن الثاني بالأمس في الدار البيضاء، وأيضا ضريح محمد الخامس اليوم هذا الصباح، وأنا خلف هذا لدي انطباع رائع للتاريخ العميق والثقافة المغربية. أود من الكثير من الأوكرانيين يأتوا هنا ويستمتعوا ببلدكم الجيد والرائع. وفي غضون ذلك نحن سوف نبذل قصارى جهدنا للالتزام بما اتفقنا فيه. ونسيت أهم نقطة لدي، هو أنه وقعنا مذكرة اتفاق للتعاون بين أكاديمية أوكرانيا والأكاديمية المغربية. هذا هو استثمارنا برسم المستقبل حتى يتسنى لدبلوماسينا أن يتعلموا مزيدا من المعارف عن السياسة الدبلوماسية المغربية وأيضا عن منطقة إفريقيا، وكذلك هذا ينسحب على دبلوماسيكم حول أوكرانيا. مجددا أشكركم سيدي الوزير على طيب الوفادة، وأتمنى كل التوفيق للشعب المغربي. شكرا لكم. أبعد حال المملكة المغربية تدين وبقوة إقدام الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد على اقتحام جديد لحرمة المسجد الأقصى، وشفنا اقتحامات اليوم الخميس كذلك. هذا الشيء ولا يعني يتكرر بشكل مستفز. المغرب يرفض هذه التصرفات الاستفزازية المتكررة، والمملكة المغربية التي يرأس عاهلها جلالة الملك محمد السادس لجنة القدس تدعو إلى الوقف كل هذه الإجراءات التي تمس بالوضع القانوني والتاريخي للمدينة المقدسة كما كرست مقررات الشرعية الدولية. هناك إجماع دولي على رفض مثل هذه التصرفات وهذه الانتهاكات للقدس وللمسجد الأقصى على الخصوص، لما يترتب عن ذلك من تأجيج للأوضاع وتقويض لكل جهود التهدئة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا على التأثير السلبي لمثل هذه التصرفات على كل فرص السلام في المنطقة. المملكة المغربية دائما بالتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس تؤمن وتتشبث بخيار السلام على أساس نهج الحوار والتفاوض كالسبيل الوحيد لوصول لحل نهائي للقضية الفلسطينية وفق حل الدولتين، مع إقامة دولة فلسطينية في حدود يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية. نتمنى إذن أن تتوقف هذه الاستفزازات لأن تأثيرها سلبي، وكذلك أنها لا تغذي التطرف والعنف في المنطقة. شكرا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.